النهاردة الرئيس السيسي قابل كاتالين نوفاك رئيسة المجر في قصر الاتحادية. كان في كلام عن التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، طبعا المجالات الصناعية، النقل، السياحة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات. اتفقوا على انه يبقى في زيادة في معدلات التبادل التجاري ما بين البلدين. طبعا يعني كان في ملف مهم جدا، ملف الاستثمارات المشتركه، كان في كلام كتير ومهم. الرئيس اتكلم عن الاوضاع في غزه، عن جهود مصر من بدايه الازمه لحد الوصول للهدنه الانسانيه في القطاع، وشدد على انه لازم يكون في وقف دائم لاطلاق النار، ادخال اكبر قدر من المساعدات الاغاثيه لاهالي القطاع للحد من حجم المعاناه الانسانيه الهائله. وحضراتكم سمعتم حنان البرغوثي قالت ايه، مع طبعا ضمان عدم دخول او امتداد الصراع الى الضفه الغربيه. الرئيس اكد على انه استقرار وامن المنطقه كلها بيرتبط بشكل اساسي بالاعتراف الدولي بالدوله الفلسطينيه على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. دي ثوابت. رئيسه المجر طبعا قدرت جدا الدور المصري في انه المنطقه يبقى فيها منطقه الشرق الاوسط يعم فيها الاستقرار والسلام، وقدرت جدا جهود مصر لتسويه ازمات المنطقه على المستوى الدولي.